عبد الله بن مالك الخزاعي هذا كان مدير شرطة الرشيد والمشرف على داره. زين، عبد الله بن مالك يقول أخرجني، انتزعني في نصف الليل، طلعني في نصف الليل، مسرور الكبير، إجا للبيت أخرجني. يقول عندما أخرجني ما أعطاني مجال حتى ملابسي أغيرها. قلت له ما وراءك؟ قال لي ما أدري، الرشيد يدعوك. يقول أقبلت، وجدته جالس وأمامه فراش خالي. يقول رفع رأسه إلي، نظر إلي ثم أطرق، ما كلمني ساعة ساعة. يقول ظل مطرق ساكت، انخلع قلبي، أيقنت بالموت. بعد ساعة رفع رأسه إلي، قال لي ويحك، أين موسى بن جعفر؟ قلت له موسى بن جعفر في السجن. قال لي ها، ما يزال في السجن؟ قلت له إيه. قال لي اذهب إليه وأخرجه، طلعه وضع تحت تصرف 30,000 درهم، خاف يحتاج نفقة إلى الحجاز، وخلي يروح أطلق سراحة. قلت له أطلق موسى بن جعفر؟ قال لي بلى. قلت له أطلق موسى؟ قال بلى. يقول كررت عليه بالمرة الثالثة، أنا خشيت أن يكون ثمل هذا، لأن هذا غالبا ليالية، كانت ليالي مملوءة نعم بهاللذائذ. ها، يقول المسعودي ووصل الأمر به إلى درجة هذا الرجل أن إذا جن عليه الليل اللي داير مدائرة غريبة، يعني نمط من الناس، من هل دول ها اللي يعبر عنهم أبو فراس رحمة الله عليه، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. فيقول خفت أن يكون هذا ماخذ، يعني الخمرة ماخذت سكير. نعم، أكدت علي، أحببت أنا أأكد علي بأن هذا خاف بكرة أطلق صراحة ويطالبني بي، وإذا طالبني بي هذا يخلق لي مشكلة يضرب عنقي. 3 مرات يقول قلت له أطلق موسى؟ قال لي بلى. ويحك أطلقها الآن. أنا كنت مضطجع على الفراش، فدخل علي حبشي أسود بيده حربة تلتهب نارا، قال لي أخرج موسى بن جعفر الآن. يقول ما أنا هذا أرعبني، بعد ما أستطيع الاستقرار، روح لي أطلعه. يقول أقبلت وأخرجته، قال لي جيب لي أبي الأول. جبته، دخل عليه، يقول قام إليه، عانقه، قبله، قال له أنت، أنا أريد من عندك شيء. قال بلى. قال له أنا أمرت بإطلاق سراحك وأطلقت سراحك، لكن تؤمنني أن تخرج علي؟ أنت تعطيني الأمان بأنك ما راح تطالب بالخلافة، تطلع تخرج علي؟ قال الإمام أنا ما ينبغي لي هذا، أنا ما سبق، أنا سبق عندي بوادر، أنت تعرف من عدا أنا جاء أطالب بخلافة أو أمشيت بهذا المشروع خطوة، أم ما عندي هالاتجاه اللي تصوره هذا، ما عندي، ما موجود، ما ينبغي لي هذا. قال له أنت الصادق الميمون النقيبة، أصلح أمره يا مالك وليرجع إلى مالك. يقول طلعت مباشرة، أركبته على راحلة وهيئت له خدم وخلص أرسلت، لأن خاف يبطل هذا. نعم، هل هاجش هذا أتؤمنني أن تخرج علي؟ وفي جلسة أخرى يقول لي ما ادعيتم أنكم أبناء رسول الله، والحال أنتم أولاد علي ابن أبي طالب، أبناء عمه وإحنا أبناء عمه، فهل هاجش كان يلعب دور عند العباسيين؟ لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.